الناس تسحبونا بأننا عبيد عندهم، أنهم تجاوزوا القوانين وخرقوا القوانين وضدا على كاع المعايير والمساطير، أنهم ما بغوش يدوزوا لنا هذا الحق. وبعد مفاوضات كثيرة من خلال المنابر ديالنا الممثلة ديالنا اللي هي الجهاز ديال الاتحاد المغربي للشغل والجامعة ديال الوطنية لعمال التوزيع داخل القطاع، ولكن للأسف الإدارة دارت الأذن الصماء وما عطاتنا حتى جواب في هذا الباب. لذلك رحنا مستمرين في الوقفات ديالنا، وبالمناسبة هذه الوقفة العاشرة، هذه الوقفة العاشرة، وليكن في علم الجميع من خلال منبركم مشكورا هيسبريس، ان هذه المجموعه ديال هاد الناس هاد المتقاعدين المقاضيعات على الاقل على الاقل الصغير فيهم ان دوز واحد 35 سنه الى 40 سنه في خدمه ساكنه مدينه الدار البيضاء في مجالات حيويه اللي هي الماء والضوء والتطهير والاناره العموميه. وبالتالي هاد الناس ضحاوا تضحيه كبيره، خلاو صحتهم وفي العوض اللي يمشيو يرتاحوا. وامام تعنت هذه الاداره للاسف وجدنا راسنا مجبرين على ان نخوضوا هذه الوقفات، لان اصلا نحن لسنا عشاق وقفات ولا اضراب، ولكن هاد الناس تجبروا وما بغاوش يحلوا باب الحوار. تنواصلوا الاحتجاجات ديالنا وحنا صامدين على الحقوق ديالنا، ولن نتنازل قيد انمله على قضيتنا المشروعه وقضيتنا المسلوبه اللي ناضلوا عليها الناس من 2011 إلى يومنا هذا دون أن يوجد لها حل. الإدارة بحال حقراتنا، لأن درنا جميع الوسائل، لا من المسائل الحوارية لا مسائل رسالات للجهات المعنية اللي من بينهم المدير ديال الديمومة، لا الإرسالية للوالي ديال جهة الدار البيضاء، ولكن دون حل. لهذا غادي احنا استنفدنا الوسائل هذا، وغادي ناخذوا ان شاء الله مواقف نضالية اخرى باش نحققوا المبتغى ديالنا. هذه الإدارة استعمار غير مباشر اللي عندنا هنا في الدار البيضاء، وبعض المدن في طنجة وتطوان وداك الشيء خاضوا هاد الماجوراسيون ديال 2011 الا مدينه الدار البيضاء، لاننا حنا في هذه المدينه عطينا صحتنا وعطينا كل شيء عطيناه لاجل هذه البلاد ديالنا السعيده باش نزيدوها لقدام برئاسه صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله. وكاينين بعض المتقاعدين المساكن اللي خارجين غير ب 1000 درهم 1500 درهم. لذا تنطلبوا من رئيس الجامعه الوطني السيد الحاج خليل بن اسماعيل باش يوقف مع هاد المتقاعدين، وباش يخرج واحد الخرجه ديال الصح، ماشي خرجه ديال شي خرجه ضعيفه، خصو يخرج يوقف لي زاكتيف باش الاداره تخضع ليه وتعطي المتقاعد الحق ديالنا. ورحنا ما فاكينش عليه ما فاكينش عليه. وعاش الاتحاد وعاش الملك. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.